شيء بدي شيء تنهية. يعني هي في ننهية على ياريت والله. ايه ياريت والله. وإذا كنت حابب يعني لأنه هيك عندي أوبشن تانية، إذا حابب بتزيد مسائل والله يمكن برتاح منك ومن الكل، ويمكن برتاح منك ومن هالبلد، يمكن برتاح منك وهالضغط، يمكن برتاح منك و I don't know. بس يمكن مبدئيا رح وقف على يا ريت والله، بس إذا بتطلع شيء حلو معك بنكون عنا إياه. بس جابي ضروري تعطي شيء قبل طيب قبله. يا ثانك اللي فهمته انك ما بتقبل اوامر من حدا. صح. ليه ما بتقبل اوامر من حدا؟ لانه ما بحب حدا يعطيني اوامر. بشتغل لحالي، دب شغل بس بدبدب لوحدي. خلقت من بطن امي هيك وما راح ارجع على بطن امي الا هيك. ليه في احتمال ترجع على بطن امك؟ يا ريت والله يا ريت والله. يلا. ليه في احتمال ترجع على بطن امك؟ يا ريت والله. برتاح من هالقرف كله. اللي فهمته انك ما بتقبل اوامر من حدا. صح. وليه ما بتقبل اوامر من حدا؟ لانه ما بحب حدا يعطيني اوامر. بشتغل لحالي، دب شغل بس بدبدب لوحدي. خلقت من بطن امي هيك وما رح ارجع على بطن امي الا هيك. ليه في احتمال ترجع على بطن امك؟ يا ريت والله. برتاح من هالقرف الخرا كله. عبالك ترضى؟ عبالي بوزي احن الى بوزي امي. هيدي هرطة، هيدي هرطة. اوكي اوكي ثانك يو. رح فوت لعندكم دقيقة بس. رح فوت دقيقة ونص. أنا بعرف بس بيكونوا حلوين لمن محمد اللي مش سمعها بس يصير يشرط هيك عيونه وبعرف إنه هيدا هو المقطع. شيء حلو. خاصة شيء حلو. والله؟ من الحكي مبسوطة يا ما عم بطلع فيه إنه هو مش سمعها. يعمل هيك ولكي هلا المقطع كل الفلسفات السياسية العميقة هودي حلوين كتير خاصة لصوت لبنان. هودي قصص الإيكوبت دوالي كوبت مالو نحاسي ما راح يفهم شيء بس بستعملوا كلاش بس بدأ في الكل في شيء براسكم انتو بتنصحوني نحن بطل في شيء براسي. فينا نعمل بقى شو فيها الشرموطة حتى صار لك ساعة تقرا سما ربع. بس ما بعرف رح تنفهم. ما بتفهم. صعب تنفهم. ايه هيدا بدهم يشوفوه عم يعمل هيك. كسرت الشغلة ما فين حط كسرت الشغلة على راديو. بس انه كان زياد بس يحطوا مساحته على راديو كثير. لا. لا. نعمل شغل مضبوط هون ولا عم نعمل شوسونية يصير بيو سوداي. هوني بعرف كتير منيح اللي عم تقرا فيها راضي بس صدقني في اوقات مهمة كتير بتدق حالك وبتفكر بشيء وتبع الفرودة في المسجد تبع الفرودة انا ما بعرف احاول فرد وما بدي عنه وين هاي راضي هاي ده بس يكتشف بس يكتشف الفرد طب لا عم بحكي قبل تبعيت راضي هلا اللي قلت قبل الفرد اللي قلت قبل الفرد بعرف اللي عم تمرق فيه اللي قلت قبل الفرد هي بعرف عم تمرق فيه كثير منيح يا راضي هو بس بيقول لك مثلا كثير محرقس بدي اعرف لشو نخير لعيالي